الفيديو الاخير من البلوج هتكلم فيه على جزئيتين مهمين جدا، انواع التي لينفوسايتس. احنا اتفقنا ان التي ماتشور ان السايلنس. لو جينا عملنا زوم على الورقه دي، ايه فكره المربعات الكتيره اللي انا عاملها؟ عايز اقول لك ان الهيلبر تي هو اهم نوع فيه، من اسمه هيلبر بيساعد مين؟ انا بساعد بقيه التي لينفوسايتس، بقيه جيراني بساعدهم وحاول اسميهم، وبساعد البي سيل. كلنا عارفين ان البي كمان هيومورال اميونيتي، تتحول البلازما سيل تكون الاف الانتي بوديز. طيب ما هو البي عشان تتحول لبلازما سيل محتاجه مساعده من الهيلبر، يعني الهيلبر هيساعد كله، هساعد البي وساعد التي. طيب تعالوا هنا نبص بقى على الهيلبر. لو جينا حطينا ارقام على الورق دي، هيلبر رقم واحد هينشط الماكروفيجز عشان تعمل فيجو سايتوزيس. زميلكم السنه دي سالني سؤال حلو قوي، قال لي يا دكتور بعد محاضرات البلد انا عايز اعرف علاقه المواضيع ببعضها. قلت لي ناتشورال اميونيتي واكوايرد اميون سيستم، وقلت سيلز كتيره ممكن تعرف اللي هيحصل من اول ما البكتيريا هتدخل جسمي. قلت له ماشي. دخل البكتيريا جوه جسمك دلوقتي، لما هتدخل البكتيريا انت عايز تتعامل معاها ناتشورال الاول. قال لي ايوه طبيعي من غير اي حاجه. قلت له طب الناتشورال دي يبقى انت محتاج سيلز تتعامل. قال لي نيوتروفيل وماكروفيج، ماكروفيج كبروفيشنال فيجوسايتس لو تفتكروا، ونيوتروفيل كسبيشاليست. طب الماكروفيج علشان تشتغل مين شغلها؟ الهيلبر تي. قال لي يا دكتور انا فهمت كلامك، معنى كلامك ان الناتشورال والاكوايرد اميون سيستم لازم يشتغلوا مع بعض كمنظومه واحده. طالما فاهمه معلومه غلط، امتى الناتشورال يشتغل لوحده وامتى يشتغل بعده اكوايرد؟ لا، الفكره ان لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض، زي فكره الباس واي اوف كلوتنج، انترنسك واكسترنسك. ينفع اعور الفيسل بتاعي من غير ما اقطع التيشو اللي حواليه؟ لا، لازم الاثنين يحصلوا. نفس الفكره، لازم عشان الماكروفيج تشتغل هنا مين شغلها؟ هيلبر. فهاجي اكتب لك على الهيلبر كلمه اكوايرد، لان انا قلته في الاكوايرد اميون سيستم، واجي على الماكروفيج واقول لك ايه؟ ناتشورال. فاكرين الناتشورال اميون سيستم قلت لك فيه ثلاثه سيلز من ضمنهم الماكروفيج؟ يبقى انت شفت اكوايرد بيشغل ناتشورال. طلعت من الماكروفيج سام قلت لك فيجو سايتوزيس، تمام. طب في سؤال، امتى النيوتروفيل تشتغل؟ النيوتروفيل تشتغل لو في بكتيريا دخلت جوه الجسم، هتعمل فيها اربع حاجات تعالوا افكركم بيها. واحد، تعمل مارجنيشن. اثنين، دايابيسس. ثلاثة، كيموتاكسس. أربعة، أوبسومايزيشن. خمسة، تهضمها. كلام لغاية دلوقتي كلام حلو أوي. هتقولوا طيب النيوتروفين هتشتغل، هتقدر تكمل للنهاية؟ لا، محتاجة مساعدة كومبلمنت، وده كان واحد من الهيومورال سبستانس الناتشورال. يعني انتم ملاحظين حالا النيوتروفيل والكومبلمنت يشتغلوا كوحده واحده، والماكروفيج والهيلبر مع بعض. فهاجي على البورد هنا واكتب لكم ثنائيات، ودي انا عايزكم تركزوا معايا. ثنائيات العمل الدوي، مين اللي بيشتغل مع مين؟ نيوتروفيلز تشتغل زائد الكومبلمنت، الاثنين دول مع بعض يشتغلوا مع بعض.
التي هيلبر يشتغل مع الماكروفيجز. دكتورة فاتن جابت ام سي كيو السنة اللي فاتت، قالت ان الماكروفيج ده يعتبر ايه؟ انتيجين بريزنتنج سيل. يعني ايه بقى معناها؟ انتيجين دخل جوه جسم بكتيريا، ماكروفيج قالت انا هكسر منه حته، هاكل حته. زي بالظبط انت في خناقه، جه واحد صاحبك قال لك انا هضربه قبلك، وبص اللي هضربه لك تعرف ان ده اللي كان عايز يعتدي عليك. عمل علامه في وشه زي سكار، انت اول ما شفته ايه ده؟ هو انت اللي كنت هتضربني؟ تعالى ما اخلص عليك. ايه اللي حصل؟ ركزوا بقى، هعمل زوم مع زميلكم احمد، مهم قوي. التي هيلبر نشط مين؟ الماكروفيجز. اهي هرجع تاني على الدور. الخطوه الاولى انا شغلت الماكروفيج، الخطوه الثانيه الماكروفيج ستيميوليت التي هيلبر. عارفين بوزيتيف فيد باك، انت بتشغلني عشان انا اكسر من الانتيجين حته، وانا برد لك الجنين. واقول لك على فكره البكتيريا دي بتاعتك يا هيلبر، انا كسرت ليه حته. فولد قال لي طب حضرتك وليه؟ ليه يخسر حته من البكتيريا؟ طب ما ياكلها كلها ويخلص. قلت له لا، اصل تي هيلبر لو عملنا زوم هلاقي ان تي هيلبر في الخطوه الثانيه بعد ما نشطت الماكروفيج هتشغل سايتوتوكسيك تي سيل باسمها. توكسيك سايتو يعني ايه؟ هتعمل تسمم في خليه البكتيريا، انا اللي هدمر البكتيريا. شوفوا عظمه وابداع ربنا. هيلبر يشغل ماكروفيج، الخطوه الثانيه الماكروفيج يكسر من الانتيجين حتة الخطوة ويبعته للتي هيلبر. طب ليه بعته؟ هيقول له هو يا تي هيلبر مش انت على السيرفس بتاعك انتيجين؟ فاكر قلتها، قول لي البروتين اللي انا كسرت منه حتة الانتيجين ده يا ترى الكود والاستراكشر انت عارفه ولا لا؟ فرد عليه تي هيلبر وقال له ايه ده؟ الاستراكشر بتاع الانتيجين ده او البروتين انا ما اعرفوش، ده بالنسبة لي نون سيلف. ايه ده؟ انا الميموري بتاعي ما يعرفوش. هتعمل ايه يا تي هيلبر؟ يجي الخطوة اللي بعدها يشغل السايتوتوكسيك. السايتوتوكسيك بصوا الخطوة الثالثة يعمل ايه؟ يدمر التيومر سيلف، يدمر الفيروس، يدمر الترانسبلانتد تيشو. يعني السايتوتوكسيك علشان يدمر في مراحل بتسبق هذا العمل، مش يلا يشتغل من نفسه. مين اللي قال له؟ التي هيلبر. طب ومين اللي بلغ الهيلبر؟ الماكروفيج. يعني الدنيا ماشيه كده. السؤال المهم، لو انت شفت خناقه في الشارع وواحد بيوضبوه زي ما بنقول بالبلدي بتاعنا بيطلب ضرب، تلاقي واحد يطلع عاقل، جماعه كفايه على كده، الراجل هيخلص في ايديكم، كفايه عشان خاطرك يا حاج، خلاص كفايه عليه الضرب اللي هو خده. ايه علاقه الحوار ده بالكلام؟ سايتوتوكسيك بعد اداء مهمته، بصوا عمل ايه؟ شغل مين؟ شغل مين؟ السبريسور. الدي هيلبر هو اللي شغل السبريسور. قال له يا سبريسور مين اسمك؟ انت هتعمل ايه في المناعة؟ لا كفاية اميونيتي اكتر من كده، ممنوع القوة المفرطة ضد البكتيريا، خلاص احنا ادينا المهمة. فدي هيلبر يعمل ايه في الخطوة الرابعة؟ بصوا تابعوا معايا، ينشط السبريسور، والسبريسور ده يقلل من الهيلبر. طب ليه؟ ما هو السبريسور لما هيشتغل هيقول للهيلبر ايه؟ ما تشتغلش، وطالما ما تشتغلش قللت اهو، يبقى السايتوتوكسيك تي ما اشتغلتش، يبقى وقفنا الاكشن.
يبقى دي اول فكره في شغلك كسبريسو. فكره ثانيه عملها السبريسو، قال طيب وليه اللفه دي نقلل من نشاط السيتوتوكسيك مباشره؟ يعني السبريسو لو اتسالت عليه في الشفوي شغال دايركت وان دايركت، يقلل من الهيبا فيقل السيتوتوكسيك. يعني انا ما بدمرش، ما بقللش السيتوتوكسيك على طول، او اقلل من نشاطه. تعالوا نقولها اخر مره بسرعه عشان تفهم الفكره. ناتشورال شغال مع اكوايرد ماكروفيجز اتنشطت بالقلب، ولما اتنشطت كسرت حته وقدمت الانتيجين على طبق من فضه للهيلبر. الهيلبر اتعرف ان الانتيجين ده مش نفس الاستراكشر اوف البروتين بتاعي اللي على السيرفيس، فشغل سيتوتوكسيك اللي دمرت السيل. بعد ما ده حصل الهيلبر شغل سبريسر، قلل الهيلبر وكمان قلل السيتوتوكسيك. سؤال مهم ملاحظينه على الرسمه، دكتور انا ملاحظ ان السبريسور انت كتبت يؤثر على البي سيل، مش فاهم قصدك. قلت له عادي، البي هتعمل انتي بوديز في النهايه. طب ما هو الانتي بوديز هتعمل اجلوتينيشن بريسيبيتيشن نيوتراليزيشن لايسيس، عايزه تواجه انتيجين. ممنوع يا انتي بودي تشتغل اكتر من فاليو معينه، يبقى لازم احدد الاكشن. عشان كده امتى السبريسور تشتغل؟ السبريسور عامله زي الصوت العائل في المناعه، الصوت العائل دايما لما بيبقى فيه خناقه او ناس مختلفه جامد، دايما اهالينا علمونا جمله حلوه قوي، اليس بينكم رجل رشيد؟ مفيش واحد عاقل كده يسكت الناس دي ويقول كلام الناس تسمعه. مين العاقل هنا؟ سبريسر. بقول لكم حاجه الكتاب ما قالهاش، نسبه الهيلبر الى السبريسر 2:1. يعني ايه؟ دايما لو افتكر الهيلبر اللي بيساعد المناعه ضعف اللي بيقلل المناعه، ده في الانسان النورمال يا جماعه، ده فينا كلنا. اما اللي عنده ايدز، هاجي على طول عشان الناس تبقى واخده بالها، اللي عنده ايدز اتضرب عنده الاميونيتي، حتى اسمها اكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم. اكوايرد اميون يبقى الاكوايرد اميون سيستم از افكتد، اللي هو التهاب. تلاقوا النسبه اتعكست، اللي بيقلل المناعه اصبح دبل اللي بيزود المناعه. ومن اشهر الناس اللي جالهم ايدز في بدايه اكتشاف المرض في التسعينات، هقول معلومه تاريخيه، كان مايكل جوردن وماجيك جونسون. طبعا في ناس كتيره من اللي بتسمعني مالهاش شويه في الرياضه. ماجيك جونسون ده كان في فريق احلام الامريكي في الباسكت بول. لو فتحتوا اليوتيوب وكتبت كده دريم امريكان تيم 92 تتفرج على باسكت وهمي، اقل ماتش بيكسبوه كان 120 نقطه. كان دايما المدرب بتاع فريق الباسكت بول الامريكي كان يقول جمله واحده في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق الماتش، يا جماعه هنكسب هنكسب هنعدي ال 100 110 120. فالامريكان كانوا مشهورين قوي. ماجيك جونسون ده كان عنده ايدز، ودايما كانوا خايفين عليه من اي انفلونزا او فيروس، كان دايما يقعد في الاحتياطي وقاعد ومتغطي ببلانكتس بطاطين كتير كده، واول ما يتزق وعايزين يزودوا الثلاثيات ينزلوا دي ينزلوا دقيقتين، يجيب فيهم 10 ثلاثيات يرجع يتغطى ويرجع تاني. فاشهر واحد كان ماجيك جونسون. طبعا دي معلومه تاريخيه. لو جينا تاني على الورق دي هتلاقوا ان في نوع من التي ليمفوسايتس اسمه ميموري تي. دايما الطلبه تنسى. لو السؤال ده جه نظري اشرح التايبس اوف تي ليمفوسايتس، كل الطلبه دول هايبر سايتوتوكسيك سبريسر.
الميموري من اسمه activated on exposure to the same antigen. تخيل انت تعرضت دلوقتي لانفلونزا اسيويه، فيروس جديد دخل جوه مصر، جسمك ما يعرفش حاجه عنه. بعد ما هتخف فتره النقاهه في حاجه اسمها ميموري سيل اتعرفت على الفيروس ده، سجلته في الكمبيوتر بتاعها. لو انت اتعرضت ليه مره تانيه هيبقى رد الفعل سريع جدا، عندك منه مناعه. عشان كده في بدايه شرحي في الاميون سيستم قلت دايما الناتشورال از سلو اند نون سبيسيفيك، بطيئه، اما الاكوايرد فيري رابيد. وفي نقطه، الميموري مش بس تي زي ما انا كاتب في الورق، في كمان ميموري بي. فلو اتسالت في الشغل قول لي الميموري سيلز، ده سؤال شغوي خبيث بتساله الدكتوره شاديه، لازم تقول لها في ميموري تي وميموري بي، هتتبسط منك ولو ان هي ما بتتبسطش اصلا، بس انت هتعمل اللي عليك. يا تي يا بي. الهيلبر تي سكريتس انتر ليوكنز 2 لغايه 6. ايه هو الانتر ليوكنز؟ كيميكال سبستنس بتتفرز علشان تنشط الوايت بلاد سيلز اللي جنب بعض، يعني انا نشط اللي جنبي واللي جنبي نشط اللي جنبه بالانترنت، زي وسيله اتصال من الوايت بلاد سيلز. انت مش مطالب بكل واحده من دول بتعمل ايه. في سنه ثالثه طب بعد سنتين من الان هتاخد ماده اسمها بكتيريولوجي، ماده بكتيريا، هتعرف كل واحده بالتفصيل هتعمل ايه. نيجي بقى اخر ملاحظات عندنا في الاميون سيستم، حاجه اسمها تولرانس وترانسبلانت ريجكشن. كلمه تولرانس معناها ايه؟ بالبلدي جسمك بيتحمل الانتيجين بتاعه. انا ما بطلعش انتي بودي ضد نفسي، لو انا فشلت يبقى في اوتو اميون ديزيز. كتبت لكم على التولرانس ايه سببه؟ تي سبريسر. يعني ايه تي سبريسر؟ المعروف ان السبريسر ده بيقلل من نشاط سيتوتوكسيك، بيقلل من التي هاب، بيعمل توازن في المناعه. وده لو ايه؟ لو ده مش شغال انت بتطلع انتي بادي ضد نفسك. الاوتو اميون هو فيلير اوف توليرنس، اشهر مرض اوتو اميون ديزيز اخدتوه مع المصري ماياسينيا جريفز. انتي بادز بتطلع ضد سم اسيتايل كولين ريسبتورز. انا بقول سم لان في طلبه فاكره انتي بادز دي دمرت كل الكولينرجيك ريسبتورز او النيكوتينيك ان في نيورو ماسكولار جانكشن، لا دمرت بعضها. في بقى حاجه عنوان منفصل في الاخر اسمه ترانسبلانت ريجكشن، وده على فكره جه في امتحان نص السنه، اتقال لكم حتى بالاماره جرافت ريجكشن. لو انا جيت ازرع عضو معين في جسم حد، كبد، قلب، كلى، لازم اقلل التي هيلبر بتاع العيان، لاني واضح ان التي هيلبر بتاعه لو شغال هيشغل سيتوتوكسيك اهي، والسيتوتوكسيك بصوا كانت بتدمر الترانسبلانتد تيشو. انا مش عايز ادمر القلب او الكبد او الكلى اللي هيتزرعوا، انا عايز افيد العيان ده مش هيقدر يعيش من غير زراعه اعضاء، يبقى لازم اقلل التي هيلبر بدواء اسمه سايكلو سبورين، اشهر دواء بيدوه قبل زراعه، بيقلل المناعه. بس ما تخافش هيقلله فتره مؤقته لغايه ما نزرع
العضو ده بعد كده جسمك يتعود عليه كانه سيلف اورجن، كانه تبعك. او في حاجه ثانيه غير السايكلوسبورين اسمها جلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز على فكره هو كورتيزون او حقن الكورتيزون. هختم الفيديو ده بمقوله هتضحكوا عليها، كنا بنقولها زمان في الامتياز اللي هي السنه اللي بعد التخرج، ما كناش فاهمين حاجه في الطب خالص. يجي لي عيان استئذان عنده حساسيه، عنده التهاب، عنده اللي عنده، اديله كورتيزون. كنا متفقين كدكاتره مع بعض، كنا بنقول جمله بصراحه هي يعني الجمله كانت غلط بس كنا دايما نقولها: If the disease is not known, give the patient cortisone.